يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن العمرة في أشهر الحج أفضل من غيرها، السؤال هل العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان؟ العمرة في رمضان فيها فضل، والعمرة في أشهر الحج فيها فضل أيضا، شرف الزمان، وأما أيهما أفضل فالله أعلم، كل واحدة لها فضل، نعم، شرف زمانها وقتها، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية ما وجدنا اعتمر في رمضان أبدا، وإنما كان يعتمر في أشهر الحج، كان يعتمر في أشهر الحج، هذه عمره صلى الله عليه وسلم، نعم.